مرحبا، أكلتنا اليوم أكلة موصلية وهي الكبي على طريقة الوالدة، وهي من أشهر أكلات الموصل وطريقتها سهلة وإن شاء الله تعجبكم. نحضر الحشية على النار، معلقتين أكل زيت وكيلو لحم مفروم ومعلقة أكل ملح ونقلبه. ومن ينشف ماي اللحم نضيف معلقة كوب فلفل أسود، وسبع بصلات حجم وسط، بصل أحمر مثغوم ناعم، ومن تستوي نطفي النار ونتركها تبرد. للعجينة الكبي نحتاج كيلو جريش ومعلقة أكل ملح وربع كيلو نعمة البرغل ونخلطهم، ونضيف 3 أكواب ماء بالبداية ونخلط، وتبقى كمية الماء حسب نوع الجريش، لا تضيفون كل كمية الماء بالبداية، ونغطيها ونتركها ربع ساعة. وبعد ربع ساعة ضفتوا له كوب ماي، يعني كمية الماي اللي ضفتوها 4 أكواب، ويمكن تحتاجون مثلي 4 أكواب أو شوية أقل أو أكثر حسب نوع الجريش. ونغطيها ونتركها ربع ساعة حتى تنعس حبة الجريش وتنعجن بكل سهولة. وبعد ربع ساعة نضيف 1/2 كيلو هبغ مثروم بالماكينة ناعم، ونعجنه بالإيد، وما نحتاج للماكينة، بالإيد تنعجن بكل سهولة، بس اتبعوا الخطوات وإن شاء الله تنجح معاكم من أول مرة. وبالنسبة لحجم الكبي أنا عملته حجم كبير، طلعت 3 قطع، وإذا تعملون حجم أصغر تطلع معاكم 6 قطع. وبعد ما تبغد الحشية نضيف كوب إلا ربع لوز مقلي وكوب إلا ربع كشمش مقلي ونخلطهم. نحتاج نايلون وشوية ماء لمد العجينة. نمد العجينة بشكل متساوي وناخذ من الوسط للأطراف، وتكون سماكة العجينة متساوية من كل الجهات، وكل ما تكون العجينة رقيقة تكون الكبي أطيب. ونشيل أول طبقة من النايلون ونخلي شوية ماء على حواف الغطاء ونقطع العجينة. ونكرر الخطوة ثاني مرة بنفس الطريقة. بالنسبة للهبغ اللي ضفتونه مع العجين هو اللي يخليها تتماسك وما تتفلش بالسلق، لأنه حجمه كبير وهمينا تعطيها طعم أطيب. نمد الحشي بعيدة عن الحيفة 2 سنتيمتر تقريبا ونوزعها بشكل متساوي.
ونغطيها بالقطعة الثانية من العجينة. ونبدأ نخرج الهواء من الكبّي. ونقفل حوافي الكبّي بهذه الطريقة حتى لا تنفتح من نسلقة. وشوية ماء على ايدنا ونرفع طبقة النايلون حتى لا تلصق بالايد. ونحتاج ماء مغلي لسلق الكبي ومعلقة ونص ماء الأكل ملح، وننزل الكبي بالماء المغلي. وبعد 5 دقائق نشيل النايلون ونسلقه لمدة 10 دقائق. وبعد 10 دقائق نطلعها ونصفيها من الماء. والمقادير مكتوبة بصندوق الوصف. وهذه كانت أكلتنا اليوم، كبة الموصل، وأتمنى تجربوها. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. وألف عافية.